مرحبا وتحية طيبة لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم بتتابعونا بلبنان وبكل أنحاء العالم عبر شاشة الأو تي في. رمضان كريم للجميع وإن شاء الله ينعاد عليكم يا رب بالخير والصحة والبركة وراحة البال، وإن شاء الله يكون هالشهر الفضيل خير على الجميع. يا سلام عصفرة رمضان بالموسم الثاني، رح ترافق أنا وياكم خلال شهر رمضان المبارك ب 30 حلقة ب 90 وصفة. رح يكون في عنا كل يوم 3 وصفات، وصفتين مالح ووصفة حلو. رح تتابعونا عبر شاشة الأو تي في بهالوصفات الرائعة اللي رح أقدم لكم إياها خلال هالشهر الفضيل. بدي أقلكن من أول يوم، من أول حلقة، حضروا الورقة والقلم قدامكن لحتى نبلش بطبخاتنا وبوصفاتنا. قبل ما أخبركن على وصفاتنا لحلقتنا لليوم، طبعا بدي أشكر السبونسرز لهيدا البرنامج. عنا أول شيء شركة يماما، يا جماعة بتعرفوا ما بيحلى رمضان إلا مع منتجات يماما. كمان وكمان بدنا نشكر الفوديكو، سوبر ماركت فوديكو، عن جد كمان على الأسعار، عنده أسعار جدا مدروسة، ودجاج، لحمة، لوبات، سوبر ماركت هونيكي بتلاقوا كل الغراض اللي بدكن إياها لشهر رمضان المبارك بأسعار مدروسة ورخيصة. أنا عم جيب كل غراضي من هونيكي. كمان بدنا نشكر شركة بلفي الزيت، لأنه زيت رائع، زيت لبناني بمواصفات عالمية وجودة عالمية، زيت صويا وزيت السمسم. زيت الصويا جدا رائعة، بعكس كل الزيوت ما بيطلع له ريحة. كمان وكمان بدنا نشكر شركة مارينا، شركة مارينا اللي هي عندها البطاطا المتلجة اللبنانية. بتعرفوا السفرة الرمضانية ما بتحلى إلا مع صحن بطاطا هيك مقرمش، بينحط بالاير فراير، بده حوالي 10 دقايق بالاير فراير بيطلع جاهز، وبده بالزيت بلا اير فراير بالزيت الحامي بده 3 دقايق. افضل واجود انواع البطاطا المتلجة الموجودة بلبنان، صناعة لبنانية 100%. اما بالنسبة لوصفاتنا لليوم، عنا سلطة الهندبي، هيدا اول طبق لحلقتنا. كمان وكمان في عندي صينية طوق الكاري مع الخضار مشوية بالفرن، ريحة، نكهة، طبق مميز عنده كل القيمة الغذائية. ووصفة الحلو لحلقتنا لليوم، كمان في عندي مفروكة الفستق الحلبي بالتشيز كيك. الورقة والقلم قدامكن، رح نبلش أنا وياكن خطوة بخطوة. رح نبلش بالطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم اللي هو طوق الكاري مع الخضار بالفرن. بالنسبة لصينية الطوق الكاري مع الخضار، المكونات: بدنا صدر دجاج مسحب بدون جلدي وبدون عظم 500 جرام، بدنا ثوم 50 جرام، عصير حامض معلقتين كبار، زيت الزيتون ربع كوب، كاري معلقة كبيرة، بهار أبيض رشة، ملح معلقة صغيرة، لبن نص كوب، جزر حبتين، كوسة حبتين، زنجبيل طازة معلقة كبيرة، بصل جوانح حبة، بطاطا حبتين، فليفلة حبتين، وحر أخضر 3 حبات. أول شيء رح نجيب صدر الدجاج مثل ما خبرتكن من عند فوديكو. رح شيل أنا صدر الدجاج ورح قطعه، أوكي. رح ناخد 500 جرام، لأن هول بيجوا أكتر من 500 جرام، ورح حضر الجاط. عندي جاط لحتى نتبلون، رح حط، لكن أول شيء بقطع الدجاج بهيدا الشكل، صدر الدجاج مسحب بدون جلدي وبدون عظم. وصفة رمضانية مميزة اليوم عملينا نحنا بنكهة الكاري، والما بيحب الكاري فيكن تروحوا كالعادة
رب البندورة، تحطوا رب البندورة. لكن هون مثل ما شفتوا حطينا صدر للدجاج، شو رح أعمل بهيدا الوقت؟ طبعا رح نجيب زيت البلفيو، نحط من زيت النباتي البلفيو بهذا الشكل. كمان رح جيب من الكاري، بنحط كمية من الكاري بالإضافة للملح، استعمل غيرها. كمان بنحط بهارات مشكلة، عندي كمان حامض، عصير حامض من يماما، اوكي، بالاضافة للبن بيعطي نكهة كمان مميزة، لبن بهيدا الشكل. وايضا نجي كمان بنحط من ثوم. هيك انا بكون تبلت الدجاج، وهون بفضل الدجاج يتبل قبل بخمس ساعات من طبخه. رح نجي نخلطهم بهيدا الشكل. لكن هون صار في عندي طاووق بالكاري بهيدا الشكل. برجع بذكر كل المشاهدين اللي انضموا لشاشة الاو تي في، جبنا صدر الدجاج مسحب بدون جلدي بدون عظم، قطعناه، حطينا له لبن، حطينا له من الزيت ملح بالإضافة لبهارات مشكلة، حطينا كمان من الكاري. هون عم بحطهم بالصينية، وهلأ رح أرجع جيب كمان فوف نضاف لنكفي باقي وصفتنا، لنحط لها بعد من الخضار، بدي ضيف لها بعد لكن من البصل بالإضافة للزنجبيل الطازة، كمان مع الجزر مع الكوسة مع الفليفلة، بناخد نكهة جدا رائعة ومميزة. رح جيب لوحة تقطيع تانية، لأن هيدي اللوحة فرمنا عليها الدجاج، نستعين بلوحة تانية. منجيب السكينة، بجيب الزنجبيل الطازة، ناخد هالكمية من الزنجبيل الطازة، بقطعهم كمان بهيدا الشكل، رح ضيف لألون مثل ما خبرتكم من اوكي هيدا زنجبيل طازة، بالإضافة كمان عندي للبصل، كمان نفرمه جوانح بهيدا الشكل. هلا هون خليني لكم شغلة، فيكن كمان تحطوا من الفطر، فيكن تحطوا من الذرة، فيكن تحطوا كمان وكمان من اللوبيا، فيكن تحطوا خضار اللي بدكن اياها، ما عندكن اي مشكلة. لكن انا عم ضيف من البصل الجوانح بهيدا الوقت. صار في عندي بالصينية بصل جوانح، صار في عندي طاووق تبلني بتتبيلة الكاري. هلا الوقت لجيب الكوسة، كمان قطع الكوسة بهيدا الشكل مثل ما عم بتشوفوا، ضيف ايضا من الكوسة للصينية، وعندي كمان بعد من الجزر، رح حط ايضا وايضا من الحر لتعطي النكهة المميزة. كمان الكوسة، ناخد ايضا من الجزر. يعني يا جماعة شو بدي خبركن، هيدي نحن عم نحضرها صينية، كيف اذا حضرناها كيف اذا شويناها على الفحم، قد ايه بتعطي عن جد نكهة رائعة ومميزة. رح اخد كمان من البطاطا هيك لحتى يصير في عندي طبق غذائي متكامل، عنده كل الحصص الغذائية وكل القيمة الغذائية. مثل ما عم بتشوفوا انا التقطيعة عم بقطعها، انتم فيكم تقطعوا بالتقطيعة اللي بدكم اياها،
ما عندكم أي مشكلة. كمان حتى فيكم ما تحطوا للدجاج من رب البندورة. رح أخذ أيضا من الثوم بهيدا الشكل، رح أخذ من الحار كمان، رح خلي قرن الحار مثل ما هو، ورح جيب من فليفلة خضرة، بالإضافة كمان للفليفلة الحمراء، وأيضا في عندي من الفليفلة الصفراء. رح أقطعهم بهيدا الشكل، الفليفلة الملونة حمراء وخضراء وصفراء. أوكي، وهلأ صار الوقت لنحطهم قدامنا ونبلش دعك وحرك هالألوان الحلوة مثل ما عم بتشوفوا، مع الكاري، مع هالخليط الرائع. أوكي، هون نفردهم بالصينية بهيدا الشكل، وهلأ صار الوقت نجي شو نعمل، نحط كمان من البهارات المشكلة، وأيضا كمان ملح، بالإضافة كمان منضيف قليل من زيت الزيتون، وهيك نحن وصفتنا صارت جاهزة لحتى تفوت على الفرن على حرارة 180 درجة، بدها حوالي 50 دقيقة. نرجع من عيد لكل المشاهدين لنضموا لشاشة الاو تي في أول وصفة لحلقتنا لليوم، طبق رمضاني مميز عنده كل الحصص الغذائية، كل القيمة الغذائية. هالوصفة عندي دجاج بالكاري مع الخضار، جبنا صدر الدجاج مسحب بدون جلدة وبدون عظم، حطينا وتبلنا الدجاج مع الكاري، لبن الزبادي مع رشة ملح، بهارات مشكلة، ثوم، زيت، عصير حامض، خلطناهم مع بعض، أخذنا النكهة المميزة للدجاج، وضفنا له ثوم، زنجبيل، بصل، فليفلة ملونة، جزر، كوسة، وانتو فيكن تضيفوا اللي بدكن ياه. الفرن انا حامي عندي على حرارة 180 درجة، وصار جاهز لحتى نفوت هالصينية على الفرن. هيك نحن منكون خلصنا اول طبق لحلقتنا لليوم، بضل في عنا وصفتين. عندي سلطة هي سلطة الهند بي، سلطة كتير طيبة وشهية، وهلأ يا جماعة موسم الهند بي، رح أحضركن أنا بعد شوي سلطة الهند بي وأيضا مفروكة الفستق الحلبي. أما هلأ خلينا نتوقف نحن وياكن مع بريك قصير وبنرجع سوا. بدي لكم مشاهدينا عبر شاشة الاو تي في، يا سلام على صفرة رمضان. بأول فقرة حضرنا هالوصفة الرائعة، الطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم، الطاووق الكاري مع الخضار موجودين بالفرن عم بيستووا يتنهنهوا على نار هادية. أما هلا أنا وياكم رح نبلش بوصفة الحلو لحلقتنا لليوم. اليوم في عنا وصفة فيكن تقولوا شوي مفلسفي، اللي هي مفروكة الفستق الحلبي مع التشيز كيك. كيف يعني يا شيف حسين؟ حضروا الورقة والقلم قدامكن وسجلوا المكونات عندكن لمفروكة الفستق الحلبي. فستق حلبي كوب، عجينة الكنافة كمان كوب، سكر بودرة نص كوب، ماء الزهر 4 معالق، ماء الورد أيضا 4 معالق، جبنة مرهمية كوب، كريمة الطبخ كمان كوب، زهر الليمون للزينة، حليب محلى مكثف معلقة كبيرة. هيدي هي المكونات خبرناكن عنها. أما هلأ صار الوقت لحتى نبلش نحضر هالوصفة المميزة هالشهية الغير شكل، اللي هو وصفة هي وصفة رمضانية رائعة. أول شيء رح نجيب نحنا عندي من الكريمة، هيدي كريمة جاهزة للحلو، رح حطها أنا بالخلاط الكهربائي، بدي أخلطها لحتى يصير في عندي من الكريمة. لكن بلشنا هون
هون نحنا بلشنا بالكريمة، نجي للفستق الحلبي، ناخد كمان فستق حلبي ايضا، منجيب كمان فستق حلبي من عند فوديغو. يعني يا سلام على هالمنتوجات لفوديغو. عم نعمل كريمة وعم نطحن الفستق الحلبي. طيب عندي فرك الكنافة، انا مشتري فرك الكنافة كمان جاهز، رح احط فرك الكنافة فوق الفستق الحلبي. كمان بدي احضر ماء الزهر وماء الورد من يمامة، وعندي كمان بدي اضيف لقلن من سكر البودرة. رح احط لكين سكر بودرة، حطيت سكر بودرة بالإضافة لماء الزهر وأيضا ماء الورد مثل ما خبرتكم من يمامة، وهلأ برجع بخلطهم كمان مع بعض. لكن هون بعد في عندي الجبنة المرهمية، بعد في عندي زهر الليمون، وأيضا بعد في عندي كمان الحليب المحلى المكثف. يعني شو بدي خبركم، ريحة عن جد ريحة جدا رائعة. كمان نخلطهم بعد شوي. هيدي لكن العجينة صارت موجودة عنا بهيدا الشكل. نحنا ناطرين الكريمة لحتى تصير جاهزة. وهيدي الكريمة كمان صارت جاهزة عنا، لكن العجينة صارت جاهزة والكريمة ايضا صارت جاهزة. طيب شو رح اعمل انا هلأ؟ رح اجي اخد من الكريمة بهيدا الشكل، اوكي، ورح جيب عندي ايضا من الجبنة المرهمية، كمان رح جيب من الحليب المحلى المكثف. هون انا عملت خلطة الجبنة بهيدا الشكل، تمام. هلا شو رح اعمل؟ عندي رح جيب انا الصحن مع القالب. طيب هيدا الصحن وهيدا القالب، هون عندي مفروكة الفستق الحلبي بحطها بهيدا الشكل. يا سلام عن جد على هالريحة الرائعة. كمان نجيب معلقة، اوكي، هون بهيدا الشكل منحطها مثل ما عم بتشوفوا
طبق مميز رمضاني، مفروكة الفستق الحلبي مع التشيز كيك. اوكي رح اجي هلا بهيدا الشكل، كمان حط انا على الوجه مثل ما عم بتشوفوا. طيب صارت جاهزة عندي. انا بهالوقت شو رح اعمل؟ بهالوقت بدي احطها بالفريزر، لكن رح احطها بالفريزر لحتى تتماسك كلها سوا. طبعا بعد ما تتماسك رح شيلها حط على وجهها من الفستق الحلبي بالإضافة لزهر الليمون. لكن برجع بعيد لكل المشاهدين اللي انضموا لشاشة الاو تي في لحلقتنا لليوم. أول وصفة صارت الطبق الرئيسي، صار موجود بالفرن على حرارة 180 درجة. طبعا نحن ناطرين لحتى يستوي الدجاج الكاري مع الخضار. الطبق الثاني وصفة الحلو، الوصفة الرمضانية المميزة، مفروكة الفستق الحلبي. برجع بعيد لكل المشاهدين لنضموا لشاشة الاو تي في. حطينا فستق حلبي بالإضافة لعجينة المفروكة، كمان وكمان حطينا لها من سكر البودرة، ماء الزهر، ماء الورد. أخذنا عجينة مميزة، نكهة رائعة. حضرنا خليط الجبنة، طبعا عملنا كريمة شانتيه بالإضافة لها، حطينا من الجبنة المرهمية مع الحليب المحلى المكثف، خلطتهم مع بعض. سكبت أنا بالكعب حطيت المفروكة، وعلى الوجه حطيت خليط الجبنة، ومثل ما خبرتكم رح فوتها على التلاجة لحتى تتماسك. أما هلا أنا وياكم بدنا نتوقف مع بريك قصير وبنرجع سوا. بالعودة لكم مشاهدينا، يا سلام على سفرة رمضان. وصلنا لآخر فقرة لحلقتنا لليوم بعد ما كنا محضرين الطبق الرئيسي، وأيضا محضرين مفروكة الفستق الحلبي مع التشيز كيك اللي هي موجودة بالتلاجة، وأيضا الطبق الرئيسي كمان بالفرن بضل في عنا سلطة الهندبي. بالنسبة لسلطة الهندبي وصفة مثل ما خبرتكم كتير طيبة شهية، عندها قيمة غذائية جدا عالية. يعني اليوم نحن طلعنا شوي، حبيت غير عن الفتوش وحبيت غير عن بعض السلطات، ورحت لسلطة الهندبي لحتى لكم. الهندبي مش بس فينا نستعملها نعملها بالزيت، ولكن فينا نعملها فطاير الهندبي، فينا نعملها ايضا وايضا كمان من سلطة الهندبي، ما عنا اي مشكلة فيها. انا بهيدا الشكل عم بفرم الهندبي. حتى خليني خبركم شغلة، انه انا الهندبي فيني اسلقها وعصرها واعملها متبل الهندبي. ايه متبل الهندبي كيف يعني؟ ايه بعملها متبل الهندبي، يعني بحطها بالمطحنة الكهربائية، وبحط معها من الطحينة، بحط معها عصير حامض، بحط معها ملح، بحط معها زيت زيتون. ناخد نحنا صار في عندي متبل الهندبي. لكن هون مثل ما شفتوا حطيت اول شيء، حطينا الهندبي. رح اجي اخد بصل كمان، بدي افرم بصل جوانح انا بهيدا الشكل. رح ضيف لها كمان وكمان من البندورة الكرزية. لكن حطينا هندبي بالاضافة للبصل، عندي كمان من البندورة الكرزية، ورح يكون في عندي كمان من الفليفلي الحمراء والخضراء والصفراء، بالإضافة كمان رح يكون في عندي من الشانكليش، أو فيكن تحطوا جبنة حلوم، أو فيكن تقطعوا الحلوم وتقلوا قلي، ما عندكن أي مشكلة. لكن مثل ما عم بتشوفوا بهيدا الشكل أنا بلشت حط البندورة
الكرزية فوق الهندبة المغسلة، حطينا بصل جوانح، بالإضافة رح جيب من الفليفلي الحمراء والفليفلي الصفراء، كمان في عندي من الفليفلي الخضراء، بكون أنا هيك استعملت فليفلي ثلاث ألوان، لكن بهيدا الشكل رح أفرم أنا الفليفلي الملونة مثل ما عم بتشوفوا كيف بلشنا بفرم الفليفلي الحمراء والخضراء وأيضا الصفراء، لضيفة فوق الهندبي مع البصل مع كمان البندورة ونخلطهم كتير منيح بهيدا الشكل. ما خلصنا لأن بعد بدي استعمل كمان وكمان من الشمندر، كمان منضيف الشمندر، هيدا شمندر مسلوق. هون بدنا ننتبه شغلة كتير منيحة لكل المشاهدين، منجيب الشمندر منغسل الشمندر كتير منيح لأنه بيحتوي على كمية عالية من الرمل، بعد ما نغسله منحطه بطنجرة على النار، بده حوالي ساعتين لثلاث ساعات حسب حبة الشمندر. إذا حبة الشمندر صغيرة هالقد ساعة لساعة ونص بتكفي، أما إذا حبة الشمندر كبيرة ما تجوا تقولوا لي على أساس ساعة ونص بتستوي، لا ما بتستوي بساعة ونص، لأن حبة كبيرة بدها وقت على النار. لكن ضفنا الشمندر، بعد في عندي الرمان وفي عندي كمان الشنكليش. أما هلأ منجي لحتى نضيف عندي، يعني تعرفوا أنتو ما بده مين يخبركن، دبس الرمان من يماما. عن جد يا سلام على هالوصفة جدا رائعة. كمان رح استعين أيضا وأيضا بزيت الزيتون، كمان رح استعين بعصير الحامض من يماما، منضيف أيضا من الملح، وهلأ صار الوقت لحتى اخلطهم بهيدا الشكل. وعندي هون رح نجي نسكب صحن السلاد بهيدا الشكل، سلطة الهندبي. يا سلام على هالألوان الحلوة، ألوان الرائعة، كمان بهيدا الشكل مع البصل مع دبس الرمان زيت الزيتون، أخذنا نكهة مميزة. هون نحنا طبعا بعد ما خلصنا رح نجي ناخد من حبات الشنكليش، عندي هون الشنكليش كمان بحطهم بهيدا الشكل. يا سلام على هالوصفة المميزة مثل ما عم بتشوفوا. كمان بعد ما خلصنا ايضا بدي استعين بالرمان على الوجه. هيك لكن خلصت اول وصفة لحلقتنا لليوم. رح نجي هلأ شو بدنا نعمل، رح نحط هودي ورانا ورح نجيب التشيز كيك او مفروكة التشيز كيك، لكن رح استعين بمفروكة التشيز كيك لحتى نحنا كمان زينا، رح جيبها من التلاجة. اوكي هيدي مفروكة، لكن هيدا اول طبق وهيدا الطبق الثاني. اوكي رح نعملها، يعني شو بدي خبركن على هالروايح الموجودة بالمطبخ، عن جد روايح مميزة. مفروكة التشيز كيك بهيدا الشكل. رح نجي هلا يا شيف حسين نحط على الوجه من الفستق الحلبي المبروش، عن جد يا سلام على هالمنظر الرائع. كمان منزين بزهر الليمون بهيدا الشكل. اوكي لكن هيدي تاني وصفة لحلقتنا لليوم. اوكي وبيضل في عنا الطبق الرئيسي اللي رح شيله
أنا هلأ من الفرن صينية الطوق. يا سلام على الريحة المميزة والطيبة والشهية. هون رح نجيب كمان المعلقة لحتى نسكب الطبق الرئيسي لحلقتنا لليوم. بهالوقت برجع بذكر كل المشاهدين انضموا لنا هلأ من جديد، هول هني وصفاتنا. كان في عندي صينية الطاووق الكاري مع الخضار، مفروكة الفستق مع التشيز كيك، أيضا سلطة الهندبي. هول هني كانوا وصفاتنا لحلقتنا لليوم، وصفات كتير طيبة ومميزة لسفرتكن الرمضانية، وطبعا عندهم كل الحصص الغذائية وكل القيمة الغذائية. لكن خلينا نبلش نرجع خطوة خطوة أنا وياكن. عنا هون سلطة الهندبي، برجع بذكر كل المشاهدين عندي هندبي مغسلة كتير منيح، حطتلا فليفل ملونة، حطتلا بندورة كرزية، حطتلا بصل، بالإضافة كمان حطتلا رمان، دبس الرمان، عصير حامض، زيت زيتون، وحطينا أيضا وأيضا من الشانكليش، أخذنا نكهة مميزة. هون في عندي الوصفة الثانية، هو الطبق الرئيسي، جبنا صدورة دجاج مسحبة بدون جلدة بدون عظم، قطعناها تبلناها، طبعا حطينا لها لبن بالإضافة للكاري، حطينا كمان وكمان ثوم، عصير حامض، زيت نباتي، تبلناهن مع البهارات المشكلة مع رشة ملح، وحطيناهم بالصينية، ضفنا لقلن من الجزر والكوسة والزنجبيل والبصل، الثوم والحر، وطبعا الفليفلة، وهيدي مفروكة الفستق الحلبي مع الكريم مع الجبنة أو تشيز كيك. طبعا حضرت أنا عجينة المفروكة، جبت عجينة فرك كنافة حطيتها بالمطحنة الكهربائية مع الفستق الحلبي، ضفنا لإلها من ماء الزهر وماء الورد مع سكر بودرة، خلطناهم وحضرنا طبعا خليط الجبنة، حطينا كريمة بالإضافة لجبنة مرهمية، وطبعا حطينا من الحليب المحلى المكثف، خلطناهم مع بعض وسكبتهم وقدمتهم بهيدا الشكل. لكن هول هني كانوا وصفاتنا لحلقتنا لليوم. كان في عنا ثلاث وصفات، وصفتين مالح ووصفة حلو. هلا صار فيني قلكن عن جد يا سلام على سفرة رمضان، وبدي قلكن يا اهلا مع رشة سهلا. نطلكن بكرة بحلقة جديدة، طبخات جديد، وبدي قلكن رمضان كريم وإلى اللقاء.